عم يسيب كابتن شريف بيتكلم. اتفضل يا كابتن شريف. قول قول يا تاني كابتن شريف. قول يا تاني معانا كابتن سيد على الهواء. لا قول المسج ده حلو قوي. في مسج بعتها واحد لكابتن شريف. باعت قال الاهلي ليس نادي نشجعه بل مبادئ نتعلمها وعشق لا ينتهي ومتعه في مشاهده مبارياته واحترام في حل مشاكله وسياسته. لو انت شايف حاجه غير كده اتفضل. لا انا شايف كل ده. اسمه شريف عليوه. شريف عليوه ده ماشي. مساء الفل يا شريف. شايف الراجل ده بيتكلم صح. الراجل ده عليا النعمه. عليا النعمه ده بيتكلم صح. الراجل ده كلام مهم قوي. عليا النعمه الراجل ده بيتكلم صح. طالما عليا النعمه الراجل ده بيتكلم صح. هو في ايه سمير بيضحك عليا وما بيضحكش عليك؟ امال انت فاكر ايه؟ خليني اقول لكم ان وليد ازارو ومين